السلام عليكم، يعطيكم العافية. بخصوص شهادة البي ان بي، في ناس بيسألوا عن مدة الصلاحية وكيفية التجديد. بنقول انه بعد مرور 3 سنين نحن بحاجة لتجديد الشهادة. لحسن الحظ ما احنا بحاجة لاختبار، ما في داعي للاختبار، لكن بحاجة انه نثبت انه نحن متصلين بمهنة إدارة المشاريع، وبالتالي بنسجل 60 بي دي يو، اللي هي ما يعادل 60 ساعة من العمل أو المطالعة أو حضور ندوات، حضور تريننج، تطوير بمهنة إدارة المشاريع. فإحنا بحاجة لهذا الكلام إنه نثبته عن طريق موقع PMI www.pmi report PDUs. ندخل بنسجل PDUs، طبعا في لهم كاتيجوريز، انه اشي احنا معرفة اكتسبناها عن طريق ان حضرنا تريننج مثلا. كتير من التريننج زي بنشوفهم بيكون مكتوب انه هذا التريننج 20 PDU 30 PDU وهكذا، فبيكون مبين انه قديش PDUs بيغطي التريننج. واحنا هذا من الاسباب اللي تخلينا نختار تريننج معين عن تريننج معين اخر. فبدنا نسجل 60 بي دي يو وندفع الرسوم، وعلى طول بتتجدد الشهاده. وليتس افويد انه ناجلها، لانه بتمر السنه بسرعه. فهم 3 سنين وي ار سيف، السنه الرابعه بتكون فتره شو بنسميها وورنينج، يعني بي ام اي ما بيروح بكنسل الشهاده مباشره، بيستنوا كمان سنه يعني ليعطوا فرصه شخص اذا مشغول مش منتبه كذا، بعدين اذا ما جدد انفورشنتلي ات ويل بي كانسل. بنحاول انه ما يصير فينا هيك. تحياتي للجميع، يعطيكم العافيه. كان معكم احمد المسلمي، وهذه يوريكا اكاديمي. تحياتي.